السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حلول كتاب الأضواء جيم 2025. النهاردة إن شاء الله معدنا مع حل تدريبات الدرس الثالث والرابع واللي بنبتديها في صفحة 25 في الكلمات اللي بيديها لي تأكيدا على فهمك للكلمات اللي هو اديها لي في الحفظ. عندنا كلمة فورم يعني استمارة، وعندنا كلمة فارم يعني مزرعة، وفلور أرضية، وبلاتفورم يعني رصيف، بس مش أي رصيف، يا إما رصيف القطار يا إما المنصة شكل المنصات التعليمية. تعال نشوف نمبر 1، بيقول لي ذا ترين ليفز فروم اي 5، بيقول لي إن القطر بيغادر من اي 5، أكيد الرصيف نمرة 5، يبقى هنا لازم أكتب بلاتفورم. تاني بلاتفورم حبايبي معناها رصيف. هنشوف نمبر 2، بيقول لي ذا بلين الطائرة از ذا فاستست اي اوف ترانسبورت، بيقول لي ان الطياره دي اسرع ايه مواصلات، هتقول لي اسرع وسيله مواصلات. طب يعني ايه وسيله او شكل؟ هقول لك فورم. تعال نشوف يلا نمبر 3، بيقول لي وي ليف اون ذا ثيرد اي، طبعا احنا عايشين في الايه الثالث، اكيد في الطابق الثالث. يعني ايه الطابق؟ الطابق اسمه حبايبي فلور. تاني الطابق اسمه فلور، فاقول وي ليف اون ذا ثيرد فلور في الطابق الثالث، وخلي بالك ان الطابق بتاخد حرف الجر. تعال نشوف حبايبي يلا التمرينات اللي مديهالي في صفحه 26، عندنا ات وعندنا اباوت وعندنا تيك وليفز وبيلت. طبعا تيك بمعنى ياخذ، ليفز بمعنى يغادر، وبيلت بمعنى بنى في الماضي. Will I eat the train when I visit my grandparents؟ يعني أنا إيه القطار لما بزور أجدادي؟ خلي بالك هنا مضارع، يبقى لازم برضه أجيب مضارع، فأقول I take the train. و take the train معناها إن أنا باخد القطار. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي the bus A at 7 it goes in the in 10 minutes. It goes in 10 minutes يعني بيمشي في خلال 10 دقايق، يبقى إذا the bus A at 7 هقول leaves. وكلمة leaves يا حبايبي بمعنى يغادر. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي can you tell me what is special a your offer؟ طبعا كلمة special بتاخد حرف الجر، about special about يعني ايه المميز بخصوص عرضك. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي we a sand castle on the beach، احنا ايه قلعة رملية على الشاطئ، اكيد we built، we built a sand castle يعني احنا بنينا قلعة من الرمال. تعالوا نشوف حبايبي اهم اللانجوج نوتس اللي هو مديها لي، بيقول لي ان look forward to طبعا بيجي وراها يا اما verb ing يا اما noun. look forward to معناها يتطلع الى، لما اقول لي I'm looking forward to فهنا اقول the summer، هنا جاب لي noun اسم حمزة looks forward to a traveling، يبقى هنا to بيجي وراها verb ing او noun ما بيجيش وراها verb في المصدر. طبعا كلمة take time يعني ياخد وقت، بيجي وراها to المصدر. لما اقول the journey takes 30 minutes to get to the station يعني بتاخد 30 دقيقة لكي تصل الى المحطة. طبعا خلي بالي ان get عشان يبقى معناها يصل بيجي وراها to. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي shall I و shall we بستخدمها طبعا في الاقتراح، وهنا هتساوي كلمة let's، بس الفرق ان shall we في الاخر question mark لان ده سؤال، لكن let's دي جملة عادية فبيجي في الاخر في الاسطوره. which train shall we get؟ let's take that يعني هيا ناخذ ذلك. طبعا عندنا كلمة see يرى، لما قلت قبل كده ان يرى مفعول بيجي وراها حاجة من الاثنين، يا اما بيجي وراها مصدر يا اما بيجي وراها verb plus ing. لو جه وراها حبايبي verb plus ing يبقى انا بشوف جزء من الحدث، لو جه وراها مصدر يبقى انا بشوف الحدث بالكامل. لما اقول you can see first crossing the Nile يبقى انت بتشوف القوارب وهي بتعبر النيل، خلي بالك بشوف جزء من الحدث هنا، يعني ما بتنيش معاها من اول ما تتحرك لغايه ما توقف، لا. طيب اللي بعدها بيقول I saw Dahlia tidy her room، يبقى انا شفت داليا من اول ما بدات لغايه ما خلصت. طب تعالى نشوف كمان باي، قلنا باي حبايبي لما تيجي مع وسائل المواصلات ما ينفعش يفصل بينها وبين وسيله المواصلات اي شيء. فلما اقول I travel to work by train ما ينفعش احط هنا حاجه، باي باص ما ينفعش احط هنا حاجه، باي مترو برضو ما ينفعش احط بين باي وسيله المواصلات حاجه. طيب امال بقى لو حطيت ا او ان او ذا يعني اي اداه نكره او اي اداه معرفه او ابوستروف في اس ملكيه او صفه ملكيه، قال لي هنا بقى حبايبي هلاقي ان المواصلات الكبيره اللي انا اقدر اقف واتحرك فيها دي بتاخد حرف الجر اون، اما المواصلات الصغيره اللي انا ما اقدرش اقف واتحرك بداخلها بتاخد حرف الجر ان. فطبعا الباص والترين والبلين كل ده بياخد اون، اما الكار والتاكسي ما بقدرش اتحرك فيهم فبياخدوا ان. بيقول لي I travel to work on a train، لاحظ بقى ان في هنا ا، طب لو ما فيش ا كنت قلت باي ترين، نفس الكلام on a bus on a plane. طب هنا بيقول لي I travel in a car، لو قلت ان ما قلتش باي قال له عشان في
آه. طب لو مفيش آه كنت قلت باي كار. تعالوا نشوف حبايبي بقى التمرينات اللي هو مديها لي على الكلام ده. بقول له I saw my son A in the street when I was going home. طالما قال لي انا شفت ابني يبقى انا عايز حاجه من الاثنين، يا اما فعل في اي ان جي يا اما مصدر. هلاقي هنا مديني الفيرب اي ان جي بس، يبقى اي سو ماي سون بلاينج ان ذا ستريت، وهنا انا شفت جزء من الحدث مش الحدث بالكامل. نمبر 2 بيقول ام لوكينج فورورد ايه ا دكتور. طبعا هنا قلنا لوك فورورد بيجي وراها تو والفيرب بلس اي ان جي مش المصدر، فبالتالي هقول تو بيكامينج، انا اتطلع ان انا اكون دكتور. نمبر 3 بيقول لي وي يوجوالي ترافل ايه اور فاذرز كار. هقول لك اه في هنا كار صحيح، بس في هنا اور فاذر فاصل ما بين الكار وبين حرف الجر، فهنا ما ينفعش اقول باي، يبقى يا اون يا ان. هقول لك السياره ما اقدرش اتحرك فيها، فاذا هقول ان. تعالوا نشوف حبايبي يلا التدريبات اللي على الفوكابلري في صفحه 32. نمبر 1 بيقول ذا لايبرري از بيزي وذ ستودنتس ستادينج فور ذير اكزامز اتس اي. بيقول المكتبه مزدحمه بالطلبه اللي بيذاكروا للامتحانات، يبقى اتس اي اكيد طبعا اتس كراودد، وان كراودد بتدينا ذا مينينج اوف بيزي، وبيزي هنا معناها مزدحم مع الاماكن. نمبر 2 بيقول ذا مترو كاريز millions of a each day. بيقول ان المترو بيحمل ملايين ايه كل يوم، يا ترى درايفرز السائقين باسنجرز الركاب ماسنجرز الرسل ولا دايفرز الغطاسين، فاكيد هي باسنجرز، وباسنجرز بمعنى ركاب. تعال نشوف نمبر 3 بيقول اتس تايم تو، خلي بالك اتس تايم تو بيجي وراها مصدر، فبيقول اتس تايم تو ستارت كليننج اب اور روم، يعني حان الوقت لتنظيف غرفتنا. The antonym of start طبعا عايز عكس كلمة start، وstart معناها يبدأ، ترى عكس يبدأ leave يغادر ولا arrive يصل ولا end ينهي ولا begin يبدأ، أكيد طبعا end، end بمعنى ينهي ودي عكس start بمعنى يبدأ. Number 4 بيقول to get the adjective from comfort we add the suffix، عشان نجيب الصفة من كلمة comfort، comfort يعني الراحة، طبعا بحط وراها able عشان تبقى comfortable بمعنى مريح. تعال نشوف نمبر 5 بيقول don't worry ما تقلقش this math problem is easy it isn't a، بيقول لي ان المساله دي سهله، يبقى هي مش ايه، يبقى هي مش صعبه، خلي بالك not والصفه بيدينا عكسها، يبقى is not difficult. طب تعال نشوف نمبر 6 بيقول a is an area of land between two hills or mountains، يعني بيقول لي هي مساحه من الارض بين تلين او بين جبلين، طبعا ده بسميه الوادي. طب يا ترى الوادي معناه ايه؟ هتقول لي معناه فالي. تعال نشوف يلا نمبر 7 بيقول ايه از سمثينج يو كان يوز تو فايند وين ا ترين اور ا باس ارايفز اور ليفز. بيقول حبايبي هو الشيء اللي انت تستطيع تستخدمه عشان تجد امتى الاتوبيس او القطر هيغادر، طبعا ده حبايبي بشوف من خلال جدول المواعيد. طب يعني ايه جدول مواعيد؟ هقول لك تايم تيبل. تعال نشوف نمبر 8 بيقول if you eat a train now you will arrive on time. اه بيقول لو انت اخدت القطر دلوقتي هتوصل في الميعاد. طب يعني ايه اخذ قطار؟ اسمها تيك، يبقى if you take a train now you will arrive in time. قلنا in time حبايبي معناها في الموعد المحدد، لان في كمان on time، وon time يعني في الموعد بالظبط، اما in time حبايبي معناها في الموعد المناسب. تعالى حبايبي نشوف نمبر 9 بيقول وي ار جوينج تو ليف سون ذا سينونيم اوف ليف، طبعا عايز معنى كلمه ليف، وليف معناها يغادر، طبعا يغادر هي ديبارت، ديبارت بمعنى يغادر. تعالى نشوف نمبر 10 بيقول ويتش اي داز ذا ترين ليفز فروم، يا ترى القطر هيغادر من اي ايه؟ يبقى اكيد من اي بلاتفورم، وبلاتفورم يعني رصيف القطار، لكن بيفمنت ده حبايبي يعني رصيف اللي في الشارع. نمبر 11 بيقول لي their car is more modern it's more ايه، بيقول لي هي اكثر حداثه، حديثه اكتر يعني، يبقى اكيد it's more comfortable، وcomfortable بمعنى مريحه اكتر. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي the knot is the vehicle you can use to travel، هي المركبه اللي انت بتستخدمها للسفر، sometimes it travels underground بتمشي تحت الارض، اكيد دي مترو. تعال نشوف نمبر 13 بيقول ايه is a form of transport that uses rails، بيستخدم القضبان like a railway شكل كده خط السكه الحديد to travel along roads usually in cities في المدن، طبعا اللي بيستخدم طبعا قضبان حديديه هو الترام. تعال نشوف نمبر 14 بيقول I don't like waiting for a transport، طبعا بيقول لي انا ما بحبش الانتظار للمواصلات الايه؟ طبعا المواصلات العامه. طب يعني ايه مواصلات عامه؟ اسمها public transport، تاني public transport. تعال نشوف نمبر 15 والترينز on the A can take us
to far away places. بيقول ان القطارات اللي بتمشي على الايه ممكن تاخدنا لمسافات بعيده. طبعا on railway يعني ايه railway؟ خط سكه حديد. تعالوا نشوف بيج 33 صفحه 33. عندنا كلمه peaceful يعني هادئ، وعندنا كلمه when عندما، while بينما، flight يعني رحله جويه، railway يعني خط سكه حديد، وجيرني، وجيرني يا حبايبي معناها رحله. ولا Egypt has the oldest A in Africa. طبعا مصر فيها اقدم سكه حديد في افريقيا، فبالتالي لازم اقول railway. I love traveling by trains because it's very interesting to look out of the window. I take the train AI1 to visit my grandfather in Upper Egypt. طبعا بقول انا باخد القطار عندما اريد، يبقى عندما دي اسمها when. But when I want to visit my grandfather in Upper Egypt. In the A you can see ferries crossing the Nile, green valleys, A villages and busy cities. طبعا in the A هنا انت بتقدر تشوف الحاجات دي في ايه؟ هتقول لي in the journey. وكلمة journey يعني رحلة طويلة. In the journey you can see ferries crossing the Nile, green valleys, A villages يعني قرى ايه؟ اكيد قرى هادئة، لان مديني عكسها busy cities، يبقى peaceful. Peaceful villages. تعالى حبايبي نشوف سؤال اختياري. بيقول we took A to cross the Nile. We enjoyed the voyage a lot. ونحن استمتعنا بالرحلة جدا. وخلي بالك ان voyage دي حبايبي معناها رحلة بحرية. يبقى معناها ان انا راكب ايه على طول؟ هتقول لي ferry. وفيري معناها معدية. تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي she was so comfortable and warm in bed. She didn't want to get up. Comfortable means عايز معنى طبعا كلمة مريح. مريح هنا معناها relaxed. وrelaxed معناها مرتاح. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي to make يعني لكي تصنع. A noun يعني اسم. From the word inform. Inform يعني يخبر. We add the suffix e. عشان تجيب الاسم من كلمة يخبر، فأكيد حط لها A-T-I-O-N عشان وinformation معناها معلومات. تعال نشوف نمبر 4. بقول The A is an area between two mountains. المنطقة اللي بين جبلين، قلنا حبايبي دي بسميها valley، وvalley حبايبي معناها وادي. تعال نشوف حبايبي نمبر 5. بقول A passenger travels by train. The word passenger means عايز معنى كلمة passenger اللي هو المسافر. المسافر ده حبيبي اسمه traveler. تعال نشوف نمبر 6. بيقولي to give the opposite of comfortable عشان ندي عكس كلمة comfortable. comfortable معناها مريح، بس هو عايز العكس، وعكسها طبعا بحط لها un عشان تبقى uncomfortable يعني غير مريح. uncomfortable يعني غير مريح. نمبر 7. بيقولي I usually do the A in the newspaper in my free hour. in my free hour يعني في الساعة الفاضية بتاعتي. فبعمل ايه في النيوز بيبر؟ اكيد طبعا الكلمات المتقاطعة شكل ما قلنا اسمها crossword. crossword يعني الكلمات المتقاطعة. password طبعا يعني كلمة سر. crossroad يعني مفترق طرق. طب تعال نشوف نمبر 8. بيقولي do you think this dictionary is easy to use? easy is a synonym for. طبعا كلمة easy دي معناها سهل، عايز نفس معناها، وسهل دي معناها simple، وsimple حبايبي بمعنى بسيط. تعال نشوف نمبر 9. بيقول لي A is the area in a station where you get on or off a train. المكان اللي انا في المحطة بنزل واطلع منه ده بسميه بلاتفورم. وبلاتفورم حبايبي بمعنى رصيف. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي tourists. tourists حبايبي اللي هم السياح. usually use A to follow directions. طبعا بيقول لي ان السياح بيستخدموا ايه عشان يتبعوا الاتجاهات. طبعا حبايبي اكيد بيستخدموا ماب. وماب حبايبي بمعنى خريطة. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبك الفيديو اللايك بتاعك الجميل، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة الجاية مع شرح جرامر الدرس الثالث والرابع اللي بيتكلم عن البريزنت سمبل زمن المضارع البسيط، وكمان الحلول بتاعته ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.